لقيتها المشؤومة بيك الأم مايا زوجتك سوت فيك. يعني شنو مسوي بيه الأم مايا؟ شنو سوت فيك؟ سوت الموزين. الموزين؟ يعني خانتك؟ ليش تبكي؟ اسالك عن اولادك يعني. ما اقدر اسمعهم. ما تريد تسمع عنهم؟ عندك علم انت اولاد؟ ما اقدر اسمع عنهم. ما تريد تسمع عنهم؟ ليش؟ ليش ما تريد تسمع عنهم؟ مو خوش هذا. مو خوش هذا. شقد هم اولادك؟ اثنين. مو خوش هادم هم اللي تركوك؟ هم يعني هم راحوا ويا زوجتك وعافوك؟ ايه. انت قبل شقد جيت للدار هذا؟ ما صار ست شهور غير. ست شهور؟ يعني هم تبروا منك؟ قبلها؟ ايه. قبل شقد تبروا منك اولادك؟ مو قلت لك 2002. 2002 انقصت هاي تصلب شرايين بترت هذا رجلك. هاي رجلك اليسرى. اي واليمنى هم انبترت. لا قبلت تفجر اليمنى. انبترت هاي 2002. هاي 2003. هاي بعدها هم بسبب المرض؟ اي سببها الام مايا سوت دقتها المشؤومه. يعني شنو مسوي بيه الام مايا؟ شنو سوت بيك؟ سوت الموزين. الموزين؟ ايه. يعني خانتك؟ هذا مريض. انت مريض وخانتك؟ ايه. راحت يا وجهالة. وانت وين رحت بعدها؟ عندي بيت. اي بعت البيت. بعته وصرفت فيه وبتاكل بعد. اخذت ظليت تاكل بفلوسه؟ ايه. خلصا؟ الان وصلت لهالحالة. الان وصلت لهالحالة. زين ذني انت سولفت عن رجليك اصابعك ذني وين متبتره؟ هو هم تصلب شرايين. هم سبب المرض مبتره وحتى اطرافه ايه اصابعك؟ ايه. انت هنا شلون المركز هذا؟ لا الحمد لله زين. الحمد لله. الحمد لله. فمهتمين بيكم هنا هذا ايه دار الوارث. ايه. تابع للعتبه. نعم. مهتمين بيكم. مهتمين بينا هوايه. هوايه مهتمين بيكم. حجي اي شيء ذكره بحياته السابقه، اي شيء ذكره بمواقف اهله وياه مباشره يبكي، ما عنده سلاح غير الدموع. صعبه جدا. يعني انت توصل لمرحله بحياتك مقعد ولا حول ولا قوه، وكل الناس اللي هم اساسيين بحياتك واللي انت اليوم بعد لا شايفهم لا موقف واحد يذكر ولا محتويك، بالتالي ما عندك سلاح بعد غير الدم. احنا خلينا نغادر هذه القصة، احنا باقين اليوم وياك بس توعدنا بعد ما تبكي تترك البكي. يعني اليوم انا باقي وياك يعني من الصبح للليل. اهلا وسهلا.